نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أهلا بكم. صعدت ميليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة في جبهات شمال محافظة الضالع، ما أسفر عن تسجيل إصابات في أوساط جنود القوات الجنوبية والمشتركة وتضرر العديد من منازل المدنيين جراء القصف العشوائي. طالت أوسع عملية قصف على جبهات الضالع مواقع ومراكز تواجد القوات الجنوبية والمشتركة ليسقط فيها 5 جرحى، حيث طالت أيضا بعضا من منازل المواطنين وسط بلدة سبيرة ما أدى إلى احتراقها. وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي أن الميليشيات الحوثية شنت قصفا متواصلا بواسطة مقذوفات طيرانها المسير لنحو 28 قذيفة صاحبها قصف مدفعي مكثف بأسلحة الهاونات، وأوضح أن معظم القصف الحوثي تركز في قطاعات بتار والفاخر وباب غلق ومريس. وعلاوة على ذلك، الميليشيات الحوثية قامت بإرسال رسائل تهديد ووعيد على لسان المدعو حمد ناصر العاطفي المعين من قبلها وزير للدفاع بالعودة إلى خيار القوة ومعاودة استهداف دول الجوار. وفسر المراقبون تعنت الحوثي والموقف المتصلب من فتح الطرق والمعابر في تعز ومحافظات أخرى ورفضهم الرسمي للمقترح الذي حمله المبعوث الأممي إلى صنعاء على لسان وزير الدفاع الانقلابيين بهذا الشأن. وبحسب المراقبين فإن هذا التهديد يعد بمثابة هروب من الالتزامات التي تضمنها اتفاق الهدنة من حيث فتح الطرق المغلقة ودفع الرواتب من إيرادات شحنات الوقود التي تتدفق عبر ميناء الحديدة والتي تتجاوز 200 مليار ريال. وكان هذان الأمران اشتراطيين رئيسيين من المجلس الرئاسي والحكومة لتمديد الهدنة التي وافقت عليها الميليشيات الإرهابية. قالت المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية إيرينا تسوكرمان إن ميليشيات الحوثي أكثر من استخدم الألغام الأرضية في العالم. وأكدت تسوكرمان على هامش الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثي قامت بزرع ما يزيد عن 2 مليون لغم أرضي في جميع أنحاء البلاد من المحافظات الشمالية، كما أشارت إلى أن العديد من هذه الألغام هي ألغام أرضية غير قانونية مضادة للأفراد مزروعة في مناطق مدنية. تستغل ميليشيات الحوثي حاجة سكان صنعاء للمياه في ظل الجفاف الذي تعانيه المدينة بسبب تأخر هطول الأمطار لجني الأموال والتربح وتحقيق عائدات تحت مسميات غير قانونية. أشعة الشمس الحارقة وشح مياه الأمطار هذا الموسم في صنعاء لم تسلم من جور سلطة الانقلاب، بل استغلتها كما في كل عام بما يفيدها بجباية المزيد من أموال الناس والتربح وتحقيق عائدات مالية دون وجه حق، كفرض الجبايات على أصحاب آبار المياه وقطع الإمدادات من المؤسسة العامة للمياه في صنعاء بذريعة عدم توفر المحروقات لتشغيل المضخات، علما بتزويد المنظمات الأممية للمؤسسة بتكاليف ما يكفي من الوقود وقطع الغيار لتشغيل تلك المضخات. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الآلاف من السكان في صنعاء من نقص حاد في مياه الشرب بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف، إذ يدفع السكان مبالغ مالية كبيرة نظيرا لشراء صهاريج المياه. مصادر محلية قالت إن الميليشيات بررت انقطاع المياه عن أحياء سكنية بصنعاء لعدم تزويدها بمادة الديزل، رغم أن مؤسسة المياه لا تزال تتحصل بشكل مستمر على المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية من نفقات تشغيلية. ولفتت المصادر إلى أن انقطاع المياه رافقه ارتفاع مخيف في أسعار الصهاريج بنسبة 100%، حيث ارتفع سعر التانك المتوسط من 7000 ريال إلى 14000 ريال وسط عجز الأغلبية من المواطنين عن الشراء. وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثية تفرض جبايات على ملاك الآبار بدفع 100000 ريال شهريا لدعم ما تسميه المجهود الحربي. لم تكن مشكلة المياه في هذا الموسم هي المرة الأولى تحت مطرقة حرب الانقلابيين على البلاد، بل تستغلها الميليشيات في كل موسم صيف لتزيد من معاناة الناس في مناطق سيطرتها، فقد عانت الكثير من مديريات صنعاء في وقت سابق من شح مياه الشرب بسبب استنزاف المياه الجوفية في ري مزروعات القات. كما يعاني السكان في أرياف صنعاء ظروفا صعبة مع توقف مضخات المياه بفعل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود اللازم للتشغيل. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس في محافظة سقطرى المشاركين في الدورة 5 للجمعية،
واطلع الزبيدي على الحالة التموينية في محافظة سقطرى مع دخول موسم الخريف، حيث تنقطع عن الجزيرة أغلب الإمدادات بسبب اضطراب البحر. وأشاد الزبيدي بصمود أبناء سقطرى في وجه كل المكائد والدسائس ومحاولات إغراق المحافظة في أتون الفوضى والصراعات الداخلية بهدف تمزيق نسيجها الاجتماعي. بدأت بمطار عدن الدولي أولى رحلات طيران تفويج حجاج بيت الله الحرام من مدينة عدن إلى مكة المكرمة، حيث تحمل الطائرة على متنها ما يقارب 95 حاجا يمنيا. انطلقت بالعاصمة عدن رحلات طيران لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار عدن الدولي إلى الديار المقدسة مكة المكرمة، والمخصص نقل 95 حاج يمني عبر الناقل الوطني لشركة طيران اليمنية. اليوم مغادرين من مطار عدن الدولي إلى مطار جدة الدولي لأداء فريضة مناسك الحج إن شاء الله لهذا العام 2022. الحمد لله الذي وفقنا لزيارة بيت الله الحرام وإيضا المشاعر المقدسة بعد انقطاع طويل وغربة للحج أكثر من 4 أو 5 سنوات. رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام ستستمر إلى أن يتم استكمال جميع الحجاج والبالغ عددهم 25,000 حاج خلال هذا العام، والذين يمرون من المنافذ البحرية والبرية. الحمد لله، يعني الأمور تمام بعد يعني تعسرت 3 أو 4 سنين. الأمور الحمد لله، والتسهيل والتيسير في مطار عدن يعني 100 100، ما فيش أي يعني صعوبات أو معوقات، وإن شاء الله نسأل من الله أن يوفقنا ويقبل منا هذا الحج المبرور إن شاء الله. طبعا نحن على استعداد تام لاستقبال كل الرحلات في مطار عدن، في مطار عدن الدولي، وطبعا نحن كقطاع الصحة مستعدين استعداد كامل لاستقبال كل تفويج الحجاج. الحجاج أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في رعايتهم، مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يحفظ البلاد من كل شر. وبانطلاق رحلة حج من مطار عدن الدولي، أكد القائمون والحجاج بأن مطار عدن الدولي على أتم الجاهزية لإتمام باقة رحلات الحج. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن. افتتحت السلطة المحلية في شبوة المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا السياحية الاستثماري في بئر علي بمديرية رضوم التابع لمجموعة شركات شواطئ عدن للاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها 3,500,000 دولار. حفل كبير بافتتاح مشروع منتجع قنا السياحي بحضور عدد من وكلاء المحافظة ورئيس المجلس الانتقالي وشخصيات اجتماعية وقبلية كبيرة وإدارة المنتجع، وسط إشادة الحضور بأهمية المشروع السياحي الذي يقام على مساحة 250,000 متر مربع. تم بحمد الله وتوفيقه يومنا هذا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا السياحي برعاية كريمة من الأخ الشيخ عوض بن محمد ابن الوزير العولقي محافظ الشبوة. حقيقة المشروع مشروع استثماري سياحي يعتبر واجهة لمحافظة الشبوة، فهو من سيرفد المحافظة. بدأ هذا المشروع حقيقة وبدأنا خطواته الأولى لنعمل نقلة نوعية في مجال السياحة في المحافظة خصوصا وفي الجمهورية عامة، لما تحتويه هذه المشاريع الاستثمارية للبلد من خير وعطاء لأبنائها. هناك ما يقارب حوالي 120 موظف داخل المنتجع السياحي هذا وكل الموظفين من أبناء المحافظة، فهذه روافد عاملة للاقتصاد الوطني واقتصاد المحافظة. تخلى الحفل الافتتاح عرض عدد من الأعمال الفنية والثقافية والتراثية المعبرة عن شبوة وثرواتها السياحية والجمالية، حيث ألقيت عدد من الكلمات المعبرة عن أهمية المشروع. واجهة سياحية لمحافظة شبوة سيسهم في تنشيط السياحة المحلية، زيادة عدد الوافدين للمحافظة. المشروع
يتميز بعدد من الخدمات، سواء كان الخدمات الإيوائية الفندقية، الخدمات الأكل والشرب، خدمات الترفيهية، خدمات الاستجمام. هناك مراحل في العامين القادمين للمرحلة الثانية والثالثة. أشد جميع رؤساء الأموال والتجار أن يستثمرون في هذه المناطق التي يعني تخفف من أعباء الناس والمواطنين، نعم، بدل الذهاب إلى أي محافظة أخرى للتغيير الجو أو العطل الرسمية. مشروع قنا السياحي يفتح نافذة أمل للمزيد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في شبوة، التي تمتلك ثروات متعددة على طول المحافظة وعرضها. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. استكمل تنفيذ مشروع إنارة الشوارع العامة والفرعية بالطاقة الشمسية في مديريتي عسيلان وعين بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب بدعم من دولة الإمارات. وعبر الأهالي والعيان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ودعمها السخي لمحافظة شبوة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مؤكدين أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي تسهم في إعادة تطبيع الحياة وإعادة إعمار ما دمرته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديريتي بيحان قبل دحرها من قبل قوات العمالقة الجنوبية بدعم من التحالف العربي. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت تنظم لقاء مجتمعيا توعويا حول آفة المخدرات. أهلا بكم من جديد. تستمر أعمال مشروع شق طريق باتيس رصد ماربان لبعوس بوتيرة عالية وبتكاتف أبناء يافع في الداخل والخارج، والذي تم إطلاقه بعد توقف دام سنوات. هذا وشهدت أصعب المناطق التي يواجهها عمال الطريق بمنطقة الركب أعمال تفجير واسعة وشق الطريق بين المنعطفات الجبلية، والتي كانت تشكل أكبر عائق أمام المقاولين والمشروع. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أقيمت فعالية احتفالية برعاية وزير الدولة محافظ عدن ومدير أمنها. الفعالية حملت دعوة بضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والأمنية للقضاء على ظاهرة المخدرات وتجنيب المجتمع وإيلاتها. برعاية وزير الدولة محافظ عدن ومدير أمنها، وبالشراكة مع مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات، أقيمت فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. نحن أيضا نحتفل إلى جانب الشعوب باعتبار هذه الآفة دخيلة علينا ودخيلة على مجتمعنا. نحن حريصين وحريصين جدا جدا على أن نكون إلى جانب مواطننا في عدن بالذات، ومحاربة هذه الظاهرة التي نعتبرها دخيلة وأيضا خطيرة على مجتمعنا، ونعتبرها أيضا جزء من الإرهاب الذي دخل علينا في عدن بالذات وفي المناطق المحررة. المخدرات التي أصبحت علة من الصعب استئصالها، علة استفحلت بين أوساط المواطنين في الداخل وفي الخارج أيضا. اليوم العالمي تظاهرة كبيرة، كل الناس تسعى إلى مكافحة هذه الآفة التي يروح ضحيتها كثيرا من البشر. الفعالية حوت فيلما وثائقي تناول مخاطر المخدرات وضرورة مكافحتها، كما شمل الاحتفال فقرات غنائية، وركز الحفل في فحواه إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والأمنية للقضاء على ظاهرة المخدرات وتجنيب المجتمع ويلاتها. طبعا موضوع المخدرات يشكل خطورة كبيرة جدا على عدن بدرجة رئيسية، لأنه في تركيز الآن شديد على مدينة عدن، ويتم يعني ضخ يعني ونقل كثير كميات كبيرة جدا من المخدرات من منافذ مختلفة من البر والبحر والجو. طبعا من هذه الجهة التي تتولى أو تقوم بهذه يعني بنقل هذه أو بإدخال هذه المخدرات إلى عدن؟ هذه الجهات هي التي يعني لا تريد الاستقرار لهذه المدينة بدرجة رئيسية باعتبارها عاصمة. لقد كان لمركز عدن
عدة زيارات لبعض المحافظات المجاورة مثل أبيان ولحق ومحافظة شبوة، وبعض الأنشطة في المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة. عملنا متواصل ومستمرين حتى إنهاء هذه الظاهرة. كثيرة هي الجرائم التي ترتكب بفعل المخدرات والتي تعاظمت مؤخرا، وكثيرة هي الأنواع المخدرة التي تدخل إلى المدينة، فثمة من يحاول إغراقها بهكذا أساليب، ومن الضروري مكافحة انتشارها وتجارتها وتعاطيها حتى لا تتحول المدينة إلى بؤرة للجرائم والإرهاب. بجهود الأمن ومنظمات المجتمع المدني تتواصل الجهود الرامية للقضاء على ظاهرة المخدرات التي باتت تنخر المدينة، فمدينة عدن لا يمكن لها أن تتحمل تبعات انتشار المخدرات وما ستؤول إليه من نتائج كارثية لا يحمد عقباها. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نظم مكتب مصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت لقاء مجتمعيا توعويا حول آفة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها ومخاطرها، وذلك ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة سموم المخدرة. اصطفاف مجتمعي داعم لجهود مكافحة المخدرات بحضرموت. لقاء في المكلا ضم أصحاب الفضيلة العلماء والمناصب والمقادمة وممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة آفة المخدرات وآلية مكافحتها. ولا شك أن الدور المجتمعي هو دور تكاملي مع السلطة المحلية من أجل مكافحة تلك الآفة. ونعلم جميعا أننا بدورنا وبتكاتفنا جميعا سنحمي شبابنا، لأن الشباب اليوم هم المستقبل الواعد ويمثلون النسبة الكبرى. الوادي بحاجة أيضا لوقفة. الآن عندنا في حضرموت الساحل أمورنا أفضل حال من الوادي. المؤشرات التي ذكرها عن وجود مصانع كلها تشير إلى أنها وين؟ في وادي حضرموت، لأن القفزة الأمنية ما زالت ضعيفة إلى حد الآن. بحاجة إلى وقفة جادة من السلطة لتعزيز قدرات المكافحة. هذا اللقاء يهدف إلى شحذ الجهود لمحاربة آفة المخدرات وتشكيل سدا مجتمعيا مانعا لحماية المجتمع الحضرمي من الآثار الخطيرة والمدمرة لتلك السموم القاتلة. من ناحية العملية نحن في مكتب الصحة المشكلة يعني نحن ما عندنا حاجة أو ترابط مع إدارة مكافحة المخدرات، مع أن المفروض يكون في ترابط. في النهاية أنا كطبيب أو كمكتب صحة أعتبر هذا المتعاطي كمريض، لأنه بعدين بيحتاج إلى إيش؟ إلى أنه إيش يتعالج من المرض. ما عندنا مراكز تأهيل علاج، مراكز تأهيل للعلاج المدمنين. فمن واجبنا الديني والوطني والأخلاقي تحملنا المسؤولية، علينا أن نتعاون جميعا بأن نكون صفا واحدا إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في توعية أبنائنا حرصا من الضياع في ظل انتشار هذه الآفة الخطيرة. إنها مؤامرة تستهدف وتستدري شباب حضرموت إلى حروب مهلكة تستهلك طاقاتهم كلها، مؤامرة لإغراق شبابنا في دوامة المخدرات. بيان ختامي صدر عن هذا التجمع أكد على دعم إدارة المكافحة بالموازنة التشغيلية التي تفتقر لها. البيان أيضا شدد على ضرورة مراقبة بيع الأدوية المهربة والمخدرة لضررها الكبير على المجتمع. لقناة الغد المشرق، أحسن البحيث، المكلا. اختار الكونغرس الأمريكي لوحة سالي المكلاني الشعيبي بعنوان حجابي يجعلني قوية المكتوبة باللغة العربية لعرضها عاما كاملا في مبنى الكونغرس، وأصبحت المكلاني أول طالبة عربية مسلمة تفوز في مسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022، ويتم تعليق لوحتها بمبنى الحكومة المركزية بواشنطن، وتظهر في الرسمة امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وتشير دلالة الاحتفاء إلى الرفع من قيمة ومكانة المرأة المسلمة في أمريكا خاصة والبلدان الغربية عامة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا ترى أن هناك حاجة إلى إلغاء أو تأجيل الفعاليات الجماعية هذا الصيف بسبب العدد الكبير غير العادي للإصابات بجدر القردة. وقالت المنظمة أنه يجب على منظمي نحو 800 مهرجان كبير في أوروبا توضيح المعلومات عن مخاطر العدوى. رغم أن المرض يمكن أن يكون قاتلا فإنه قابل للعلاج، ولكنه يسبب أعراضا من الطفح الجلدي المزعج. أعلنت بكين إعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل بعد تراجع الإصابات بكوفيد 19 في الأيام الأخيرة، فيما أعلنت شنغهاي عدم تسجيل أي إصابة جديدة للمرة الأولى منذ بداية مارس. وقال مكتب بلدية بكين للرياضة إنه يمكن استئناف الأنشطة الرياضية للشباب في المواقع غير المدرسية في المناطق التي لم يتم تسجيل فيها إصابات مجتمعية لمدة 7 أيام متتالية. وأكدت سلطات بكين أن بعد أيام من إجراء اختبارات جماعية وفرض تدابير إغلاق موجهة تمت السيطرة على بؤرة التفشي. وفي خبر أخير، عادت مسابقة أقبح الكلاب في العالم إلى كاليفورنيا بعد غياب لمدة 2 بسبب وباء كوفيد، وفاز بجائزتها الكلب مستر هابي فيس الذي أذهل الحكام والحشد برأسه الملتوي ولسانه البارز من فمه وجسده المليء بالبثور بالإضافة لتنفسه الذي يشبه الشخير. Ladies and gentlemen, here is our champion. Meet Mr. Happy Face, the incredible, ugliest dog on the entire planet. Mom is thrilled. You men, huh? Oh, you know. نهاية النشرة. يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. أتى الغدوائي، إلى اللقاء.